45th President of the United States of America, we welcome you officially and for the first time to the Embassy of the United States here in Jerusalem, the capital of Israel. Thank you. من كتر هوانا على الناس وعلى الأمم أرسلوا لنا مرة تفتح السفارة الأمريكية في القدس يا أمة عدمة الرجال قبيل ساعات من شهر رمضان المبارك أمريكا ترسل وفدا مكللا بالزهور احتفالا بنقل السفارة الأمريكية للقدس واعترافا بها عاصمة للصهاينة كوشنر جوز إيفانكا أكد المؤكد مصر والسعودية والأردن تنسيق كامل مش بس كوشنر كل القنوات الصهيونية أكدت على التنسيق So proud to be here today in Jerusalem, the eternal heart of the Jewish people. Iran's aggression threatens the many peace-loving citizens throughout the region and the entire world. From Israel to Jordan to Egypt to Saudi Arabia and previously unimaginable opportunities and alliances are emerging. السفارة وقضية حساسة قد تستخدمها الكثير من المرجعيات العربية والإسلامية من أجل أجندات سياسية إيران أولا ولكن الموضوع على ما يبدو محسوم بشكل واضح مع الدول العربية هنالك تفهم بأن نقل السفارة الأمريكية وبعدها دول عديدة ستنقل سفارتها إلى القدس ما تقوليش اتصدمت فيصل وعبد العزيز الملك فيصل وملك عبد العزيز نسقوا لإنشاء دولة إسرائيل وقلناها لك قبل كده يوم إعلان قرار ترامب ما تقوليش اتصدمت زي ما حكمنا العرب النهاردة سبب نكبة 2018 الملك الحسن كان سبب نكبة 67 ما تقوليش اتصدمت Troisième grand sommet de la Ligue arabe. Alors, vous vous en doutez, le Mossad ne fait pas partie de la liste officielle. L'autre homme clé de cette histoire, c'est Hassan II, le roi du Maroc. Il va permettre aux renseignements israéliens de connaître. Hassan II a tout enregistré en secret. Il n'a pas confiance dans les invités de la Ligue arabe. C'est à peine croyable. Mais qu'est-ce que les Israéliens vont bien pouvoir découvrir sur ces cassettes? Alors, les enregistrements vont révéler qu'il est question. C'est que les rangs arabes sont profondément dérisés des informations-là que Tsahal va lancer les premières opérations de la guerre des Six. الفلسطينيون وحدهم يسيرون ناحية القدس الفلسطينيون وحدهم يهرولون ليدفنوا شهداء لأن هناك شهداء آخرون ينتظرون الدفن ده الدكتور معتصم النونو بيستقبل شقيقه الشهيد معتز النونو في غزة أثناء عمله بالمستشفى اليوم شهيدا بإذن ربه من ضمن أكثر من 50 شهيد وأكثر من 2400 مصاب جادت بهم غزة اليوم فقط دفاعا عن الشرف العربي إذا كان فاضل شرف عربي فده أبو صلاح فاكرينه مبتور القدمين واللي بقاله أكتر من شهر بيطلع في مسيرات العودة ربنا يكافئه النهاردة بالشهادة بإذن الله يتقبله شهيدا هم أحرار الأمة اختفت الميراج والرفال والإف 15 و16 و18 ولم تظهر إلا الطائرات الورقية يا أمة من ورق قال لك أعلنوا القدس عاصمة للإخوان المسلمين وحينها سيتحرك كل القادة العرب لتحريرها العرب في سبات عميق لكن الكويت كتر خيرها طلبت اجتماع عاجل لمجلس الأمن والأردنيين عملوا مظاهرة قدام السفارة الأمريكية لكن تبقى المظاهرات الأكبر في اسطنبول وفي شارع الاستقلال فيما عدا هذا الصمت يدثر الجميع في الوطن العربي الأسير حتى كلمات الشجب والإدانة عزت وكأننا في الأيام المظلمة التي سبقت الحرب العالمية الثانية هكذا تحدث أردوغان Ben size şu kadar para veriyorum. Öyleyse oyunu bu istikamette kullan demek suretiyle adımlar attı. İstediğiniz kadar attı. Bir defa Kudüs, hele hele Doğu Kudüs Filistin'in başkenti. Bunu İslam dünyası olarak görür. Bu tablo karşısında kendimizi 2. Dünya Savaşı öncesinin karanlık günlerinde hissetmekten
Adı koyamıyoruz. من دقائق جنوب أفريقيا تسحب سفيرها من إسرائيل. من دقائق تركيا تستدعي سفيريها في واشنطن وتل أبيب للتشاور بعد نكبة اليوم. الشيخ أفخاي أدروعي عارفينه. السلام عليكم. نتحدث اليوم عن فضائل يوم الجمعة المبارك. خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. رواه مسلم. الشيخ أفخاي أدروعي قلع كل الماسكات النهاردة. اشمعنا هو؟ ما كل حكام العرب قلعوا. مع قطاع غزة في هذا اليوم يوم الوكسة التي تفرضه حركة حماس على أهالي قطاع غزة إلا المشاركين المحرضين المشاغبين المخربين عين الحدود وحولتم اجتيازها وحولتم اقتحامها وحولتم المساس ببنيتها التحتية فبذلك تخاطرون بحياتكم نحن مستعدون لكل سيناريوهات على صفحة مسيرة العودة الكبرى بين قوسين كما تسميها حماس ونحن نسميها مسيرة الفوضى الكبيرة في يوم الوكسة يوم الوكسة لأن حماس ما تفعله هناك هي تأتي بيوم وكسة على كل الفلسطينيين الوكسة عليك وعلى اللي جابوك فيرجينيا جميلة الجميلات تتسلم مفاتيح القدس فأين أنت يا صلاح الدين أجراس العودة إجبارا اليوم تدق وليس غدا ما زالت تنجب أحرارا القدس ولا تركع أبدا شهداء في قوافل للجنة أبطال عقدتهم لسة خير لا بتعرف أصل ولا التفريط ولا كم بالعار ولا جيش ومشير ما تبيعش تربها بمال سلمان الخاضع للعلم الصهيوني شايلين مفاتيح الدار لسه ما خانوش الحلم ولا خانوني من غزة البيت لحم الطهرة من غزة البيت لحم الطهرة لخليل العز ورام الله والخان وجنين تلك يا أبيب يرجع حيفا والقدس تزين طول قلب فلسطين القدس بتشكي مولاها القدس بتشكي مولاها وبتسند علم رابطين لا صلاح الدين هيعود تاني ولا شفنا زعيم يصنع حطين سجدين حكام الأمة هناك في رحاب العم الأمريكي دافعين الجزية بذل وجه جايبين الديب هل يحميكي النكبة مش أرض احتلت ولا نقل سفارات ولا تهجير النكبة مش أرض احتلت ولا نقل سفارات ولا تهجير النكبة قواد الأمة في دلق فنكة إزاي بتسير وإزاي شوية شعر أصفر في الرياض بيقلبوا السلاطين ثم ظهروا بنكبة تسرق مرة تانية مننا فلسطين طبع الديوث غلاب لو فوق دماغه أعال أو كاب ودبورة قرب يا ابني وابن جنب الشاويش عنسين تتنجس الصورة يا مقدمين القدس قربان لكراسيكو خصص تاريخنا ركن في المزبلة ليكو الجيل الحال خلاص قرر يكسر جدران الصمت يمر مش قابل يركع زي ملوك بيعينه وسقيينه من المر الثورة انطلقت رغم أنوف الميري وحكام البترول العيش والحرية دي كانت بدايات للغضب المفتول لا هينفع تتراجع خطوة ولا تكذب صوتها المتصاعد الشعب العربي بيوعدكو الرد يكون زلزال راعي افتح سفارات مش واحدة وبس وحسابك يجمع ويانا القدس لا ضاعت ولا هتضيع وهنرجع ليها وعرفانا أجراس العودة إجبارا اليوم تدق وليس غدا ما زالت تنجب أحرارا القدس ولا تركع أبدا كلكت مليون مرة ومليار كلكت مليون مرة ومليار القدس عاصمة العرب ولو كره عبد الكرسي والدولار كلكت مليون مرة ومليار القدس عاصمة العرب والمجد للي بيصنعه في غزة النهار للي بيصنعه في غزة النهار المجد كل المجد الله غالب